كافانكات تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. بغيت نقول لكم بان هنايا الناس ديال صدينا والناس ديال الساكنه هنايا كيعانيو هنايا من هاد الروائح هادي الكريهه وكلشي كيتشكى بزاف الايام كيجيو هنايا وكيتشكى ويعني حتى واحد ما كيقبل الدعوه ديالهم. الناس كيبغيو يشدوا البيبان والسراجم كيبغيو يحلوهم كتدخل الريحه كيبغيو يشدوهم كيتخنقوا بالحراره دائما من هذا الوضع هذا. وعاش الملك. حنا عندنا واحد الوقفه هنايا على هذا المطرح اللي تعمل في هذا في وسط الساكنه يعني، وانا كمواطنه متضرره من هذا النسمه حتى تركبت عليا الحساسيه، وهذه كارثه بكل المقاييس على حساب الصحه ديال الاطفال ديالنا، راه غادي يكونوا في خطر كل شيء. وظهرت بعض الامراض بسبب هذا المطرح، امراض جلديه والامراض في الجهاز التنفسي. حنايا تخنقنا مع الجوج ديال الليل كضربنا الفيقه كنوضوا كنجبروا كنتخنقوا بوحدياتنا. حنا عينا زعما كنقولوا حنايا ماشي ضد المطرح، مادام المطرح كاين هنايا خصو يكون مطرح نموذجي اللي وعدونا به، يعني يكون مطابق للدفتر التحملات اللي كاين، يعني ما كايناش النسمه ما كاينش الامراض ما كاينش ما كيعرضوش السكان للخطر. دابا حنايا في هذه الظروف هذه علينا نرحلوا، غتكون هجره غيكون هذا المطرح سبب الهجره القرويه، واللي صاحب الجلاله كينص على 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 الناس ديال القرى يكونوا عايشين في واحد المستوى ديال العيش الكريم. دابا هنا ما كاينش يا خي النسمه كتقهرنا والصحه ديالنا في خطر، وعلى الاطفال ديالنا راه هذه كارثه بيئيه صحيه اجتماعيه. الناس تضررت بزاف، الحيوان حتى الحيوان تضرر، راه الدجاج والكسيبه راه كيموتوا. لا حول ولا قوه الا بالله. والعينين ديالي مالانا كلشي مقهوره، ها كانت تصدينا مقهوره بزاف، مالا ناكلوشي مالا نشربوشي ما محرمين كلشي محرم. دابا ديك النسمه كتاثر ديك النسمه كتاثر فينا بزاف، وفي الكتيبه ديالنا وفي ديالنا كلشي مريض كلشي يسعد، هذا الشيء بزاف علينا. عرفتني حنا يحيى الملك عاش الملك، اذا حنا ما نعيشوش في هذا الضرر. حنايا الناس مساكين وما عندناش باش نداوم، عرفتي انا معدومه وما عندي حد وانا جالسه في الدار ما نمشي ما نجي، قوي على الباسطيات، عرفتي بعيده قتلتني ونساره قتلوني، ما عمري ما كنعرف انا راه مرض فيا حتى دابا حتى لا تالي. في الصباح نقوموا في النسمه، في العشيه نعسوا في النسمه، الترجمة خصنا نفتحوا حنا بالهمه وصافي، ما ينفتح في الباب ويطلع فينا الكهبه. من سكينة جامعة سوق القديم قيادة علي الحسن تطوان، يؤسفني أن أوجه كلامي إلى جلالة الملك أطال الله في عمره، أن سكينة جامعة سوق القديم قيادة علي الحسن تعيش ظروف جد صعبة جراء الريحة الكارهة التي تأتي من هذا المطرح النفايات. ورغم التعليمات الصارمة لصاحب الجلالة بإعطاء أوامره للجهات المسؤولة على المشاريع داخل بلادنا من طنجة إلى القويرة، أي مشروع إلا وكيعطي سيدنا الأمر بالإصلاح ديالو، إلا وكيتم في نهاية المشروع ملي كيتسالى المشروع كتكون هناك تدشين من سيد العامل أو شي مسؤول داخل المدينة. إلا أن مطرح النفايات الموجود داخل الجماعتين جماعة صدينا وجماعة سوق القديم
ما شفناش هادشي. هذا المطرح جابوا المطرح وحطوه هنا، المطرح باقي ما تسالاتش الخدمة فيه، باقي رهنا الأشغال، الريحة، كل المداشر، كل المداشر جماعة سوق القديم كلها قاطبة، الريحة قتلها، سواء المياه ما بقت مياه الصالحة للشرب، ما بقت بيئة، ما بقى ريح اللي غادي نستنشقوه، الأطفال، المشية، سواء وكذلك جماعة صدينا حتى هي تعاني. لهذا احنا كنوجهوا الطلب ديالنا سيدنا الله ينصرو انه باش يشوف الحاله ديالنا ويشوف الحاله ديال الجماعتين، سواء جماعه صدينا وجماعه السوق القديم، وخصوصا دوار بنزال وكذلك دوار صليعه ودوار الهراء، هما المداشر المتضرره من هذا المطرح اللي فيه المسؤولين فاشلين، والفشل ديالو مشترك مع رئيس جماعة سوق القديم لأنه هو المسؤول داخل البيئة ديال صدينا على مطرح النفايات. وحنا كنوجهوا الطلب ديالنا مرة أخرى إلى سيدنا الله ينصرو، خصو يشوف الحال ديالنا ويعطي أوامره للجهات المختصة كي تقود بحث في هذه القضية في أقرب وقت وتحيد هذه الريحة الكريهة، لأن حنا ما غنعرفوش أكثر من المسؤولين، هما اللي غادي يعرفوا شنو غادي يديروا في مطرح النفايات. وحنا كنوجهوا الطلب ديالنا سيد الله ينصرو انه يشوف الحاله ديالنا ويراعي الساكنه، كوننا مواطنون نحب الوطن ديالنا ونحب كنحبوا الملك وكنحماقوا عليه، وعاش الملك، وتحيه وشكرا لكم مره اخرى على تلبيه الدعوه، وشكرا.